حاولت الحصول على الكره من يونس محمود وسقوط على الارض وحكم اللقاء يامر سرعه اللعب. حصلها يونس حصلها عرضها خطيره عراقيه هي جول عراقي وطن مد على الافق جناحا الان تقدم للامام. كرار جاسم تلاحظ تقدم للامام يونس محمود. احتكاك طبيعي في كره القدم. مرور ممتاز يونس محمود بحث عن مسانده حول مسانده ذكيه. كرار جاسم مرور بذكيه وتسديده باليمنى ارضيه زاحفه هاتها من الشبكه يا اوزبكي. لا 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 اكلوك اسمح لي هذا السفاح واسمح لي كمان يا حارس مرمى نستروف هذا كرار جاسم.